الإيفنت اللي موجود النهاردة اللي هو كلام في العلام بينظمه أحد أقسام جمعية قلب كبير وهو اسمه ميدان التعليم. الهدف من اليوم هو إن إحنا بنتكلم على الأهم طرق يعني الوسائل اللي ممكن استخدامها في التعليم، وأيضا بنتكلم على التربية. ليه بنتكلم عن ده؟ إحنا محتاجين إن إحنا نتيح أكبر قدر ممكن من الوسائل وأكبر قدر ممكن من مشاركة المعرفة للناس المهتمين بالتعليم، سواء كانوا مدرسين، سواء كانوا جمعيات أهلية، سواء كانت مبادرات اجتماعية، بحيث نملكهم أكبر قدر ممكن من الأدوات يقدروا إن هم يشاركوا في التغيير وفي التطوير بأقل الإمكانيات الممكنة.